هن شو بيقولوا؟ هم ماذا يقولون؟ زيارة المسجد. حتى تصوروا حرفوا كتاب الأذكار للحافظ النووي. تسمعوا بالحافظ النووي؟ كتاب الأذكار له شهرة في الدنيا عند المسلمين. تعرفوا شو عملوا بهذا الكتاب؟ النووي بيقول ما هي الأذكار التي تقال عند النوم، عند الاستيقاظ في الليل، عند دخول المسجد، عند الخروج من المسجد، عند الوضوء، عند الصلاة، عند الجهاد. شو بيقول كمان؟ باب زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، وبيحكي الأحاديث والأذكار، صيغة الصلاة اللي بتقولها عند الرسول. شو عملوا هن؟ تعرفوا؟ حرفوا. ماذا قالوا؟ باب زيارة مسجده عليه الصلاة والسلام. النووي شو قايل؟ زيارة قبره. الله أكبر، هول خونة، هول ما عندن ثقات، ما عندهم عدول، هؤلاء خونة. تصوروا كتاب للحافظ النووي، النووي بشو بواب؟ باب زيارة قبره صلى الله عليه وسلم. شيلوا كلمة قبره، شو حطوا؟ مسجده. فرق كبير أو لا؟ فرق كبير. إذن هذه شو اسمها منهم؟ خيانة. هذه اسمها خيانة منهم. فبدك تنتبه الكتاب اللي شاغل عليه واحد منهم ما بتعتمده. بدي نبهكم، واليوم كتير من الدور صارت بإيديهم، كتير من دور النشر اليوم صارت بإيديهم، والطباعة عندهم سهلة، المليارات بين إيديهم، وقت اللي بدهم بيطبعوا، وعم بيطبعوا بالآلاف من الكتب وبينشروها في الأسواق. انتبه معي، ما يسمى المحقق على زعمهم، إذا كان منهم ما بتعتمد هذا الكتاب، هول مش بس بحرفه بالحواشي، بأصل الكتاب بحرفه، في المتن بحرفه، في أصل الكتاب بزيفه بغيره. النووي صار له قريب 700 سنة ميت، ما حدا من علماء المسلمين اعترض على هالعنوان بكتابه الأذكار. لشو هو العنوان؟ قلنا باب زيارة قبره صلى الله عليه وسلم. شالوا هن كلمة قبره، شو حطوا؟ مسجده. إذن هول خونة، هؤلاء خونة، لا يعتمد على ما يقولونه إنه تحقيق. الشيء اللي بيشتغلوه بالكتب وبيسموه تحقيق، أو عزعم المحدث الفلاني من عندهم، هذا لا يعتمد لا على التصحيح ولا على التضعيف ولا على الحواشي ولا على الأصل، إن كانوا هن اللي طبعوه، إن كانوا هن اللي اشتغلوا عليه، لا يعتمد عليهم. بعض إخواننا جزاهم الله خيرا، بعض إخواننا صاروا مجمعين من الكتب، انتبهوا هالشغلة واحفظوها، صاروا مجمعين من الكتب قريب 300 نص محرفين المجسمة في هذا العصر. مجمعين تجميع من الكتب يلي شاغلين عليها المجسمة قريب 300 نص محرفين ومغيرين ومزورين فيها. تعرف شو قصدهم هول؟ يحرفوا كتب أهل السنة، يحرفوا كتب العلماء القدامى. ما بدهم بقى الناس تقول البيهقي والإمام مالك وأحمد وأبو حنيفة والشافعي، ما بدهم بقى الناس يقولوا قال إمام الحرمين وقال فلان، بدهم كتبهم اللي هن شغلين عليها ومحرفين عزوهم تروج بين الناس وتنتشر. ليش؟ لأنه فيها التجسيم والتشبيه والتحريف والتزوير وتحريم التوسل والتبرك وتحريم الزيارة بقصد التبرك، مشان هيك بدهم كتبهم تروج على الناس. لذلك بدك تنتبه، الدور التي هم باستلامهم اليوم صارت بالمئات، وأعني ما أقول بالمئات، منه لفظ مبالغ به، بالمئات دور نشر في أيديهم، وشارين الناس بالمال، بيجيبوا كم واحد بسموه لجنة علمية، بيدفعوا لهم مصاري، بيعملوا لهم اللي بالدنيا، ومعهم مال، بيطيروا شرقا وغربا، بيجيبوا المخطوطات من المكاتب وبيطبعوها محرفة. عبقولكم إخواننا جمعوا 300 نص محرفينه، فهول ماذا يقال عنهم؟ خونة. ماذا يقال عنهم؟ كما قيل لصوص النصوص. هؤلاء خونة،
لا يعتمد عليهم.